عندنا قسمات في جميع الأقسام زي شنط المدارس، الأدوات المدرسية اللي هي اللانش بوكس، الزمزميات. الأسعار هنا عندنا قسمات بنسبة 50% غير بره خالص، في إقبال شديد في المبادرة. المبادرة النهاردة اليوم الخامس، في إقبال شديد على المبادرة و المبادرة فعلا حققت نجاح بالنسبة للمواطن المصري وإقبال من المواطنين، يعني فعلا فرق الأسعار ما بينها وبين السوبر. المبادرة حققت نسبة كبيرة من الإقبال غير بره خالص بنسبة حوالي 60%. هو المبادرة هنا كويسة جدا جدا، والأسعار يعني أنا شايفة إن هي معقولة جدا جدا بالنسبة للأسعار اللي بره. يكفي إن المكان هنا فيه كل الاحتياجات بتاعة المدرسة، من بداية من الشنطة، السبلايز، البنش بوكس، البوتل، كل الحاجات دي موجودة هنا. فلا هي جميلة جدا جدا. المرحلة دي من مرحلة 23 في مبادرة كلنا واحد، قدرنا نوصل للمواطن البسيط لجميع فئات الدولة. المرحلة بتدعم أدوات مدرسية، بتدعم سلع غذائية، بتدعم ملابس مدرسية، بتدعم عكسية. الحمد لله قدرنا نوصل في المرة دي بتقييم من 25 ل 35، قدرنا نوصل لكافة الجمهور بجميع المناطق. المبادرة موجودة في كل مكان على مستوى الجمهورية، ده غير إن إحنا كمان وفرنا في المبادرة دي حاجة سلع أساسية، يعني رز، مكرونة، قدرنا نوفر لهم دواجن، يعني تقريبا كل حاجة متاحة للمواطن بسعر بسيط. احنا من المدعمين لكل المبادرات اللي بتقوم بها وزاره الداخليه لانها بتصب في خدمه المواطنين. عندنا خصومات حقيقيه في جميع الاقسام. احنا النهارده اليوم الخامس في المبادره، في اقبال شديد في المبادره وناس بتخش كتير، وعندنا خصومات على جميع الاقسام زي قسم الكوتشي، قسم الاطفال،